حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداه عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فليتم بقيه يومه ومن اصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبه من العهن فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه ذاك حتى يكون عند الافطار